السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم طاقة سعيد فرقة تالتة، هشرح لكم بإذن الله أول جزء أو أول محاضرة في Disease of the Hepatobiliary System. هنبدأ في أول حاجة إن شاء الله بالأوبجيكتيفز، الحاجات اللي هدرسها النهاردة. أنا هتكلم النهاردة عن الليفر مش عن البيلاري سيستم. الليفر هدرس فيه مرض اسمه الهيباتيتس. ايه الهيباتيتس؟ ايتس يعني انفلاميشن، هيباتو جايه من الليفر، فالهيباتيتس انفلاميشن في الليفر. هاخد منه 3 انواع، اكيوت وكرونيك وفالمنانت. تمام، الاكيوت كلنا عارفينه والكرونيك برضو عارفينه، الفالمنانت هو الحاجه تقريبا جديده علينا المره دي، هنعرفها برضو قدام ونشرحها. تمام، طيب اول حاجه ندرسها هي الاتيولوجي او الاسباب بتاعه الاكيوت هيباتيتس بشكل عام، مش الاكيوت فايرال هيباتيتس، يعني الاكيوت هيباتيتس بشكل عام. الاول هندرس الاسباب بتاعتها، بعد كده ندخل بقى على الايه، على اول نوع. طيب انا مجمعها لكم، هندرس الاول اسباب الاكوايرد يا جماعه. تمام، طيب انا مجمعها لكم في كلمه دافي، في الشتاء بقى وكده وكلنا عايزين نتدفى، فهي ايه؟ دافي كده. تمام، طيب دي فور دراجز وتوكسين انديوس. دراجز اند توكسين انديوس معناها ايه؟ معناها ان دراجز احنا بناخدها دي بتسبب لي هيباتيتس في الليفر بسبب التوكسينز بتاعتها او السايد افكتس اللي بتعملها. تمام، زي ايه؟ زي اسيتومينوفين والهالوثين. ايه الاسيتومينوفين دي؟ طبعا ده الباراسيتامول يا جماعه، عادي الباراسيتامول اللي احنا عارفينه. والهالوثين ده عباره عن اسيستيك، يعني كان بتاع تغيير، كان بياخدوه زمان كتير قوي بس طبعا اتمنع دلوقتي لانه بيعمل حاجات خطيره جدا وبيموت اصلا. تمام، مش بيعمل هيباتيتس بس. ف الدي فور دراجز اند توكسين انديوس. تمام، الايه يا جماعه؟ فور الكحول. الكحول بيعمل مصايب تقريبا، بس المصايب دي نعرفها دلوقتي، لا هشرحها لكم قدام في الكرونيك، لان هي خصوصا الكحول له علاقه بالكرونيك. بس خلينا نعرف معلومه هنا ان هي ممكن تقلب الفالمنت هيباتيتس لو الناس اللي بتشرب كتير في الهيفي درينكرز. تمام، طيب الفي بقى فور فاسكولار اكسيدنت. ايه الفاسكولار اكسيدنت ديت؟ الفاسكولار اكسيدنت اللي هي دي البورتال فين ثرومبوز. بس فين الثرومبوز ديت؟ الدرينج بتاع الليفر حصل فيه مشكله، فده بيعمل لي فالمنت نكروزس برضه. تمام، او اكيوت برضه، يعني مش بيعمل لي فالمنت بس، بيعمل الاكيوز وبريديسبوز للاكيوت للفالمنت، سوري. تمام، طيب فالمنت هتعرفه قدامي، يبقى الدي فور دراجز اند توكسين، الاي فور الكحول، الفي فور فاسكولار اكسيدنت، الاي بقى فور انفكشوس، الاي فور انفكشوس ايجنت. ايه الانفكشوس ايجنت ديت؟ 3 حاجات، بارازيتك بكتيريال فايرال. بارازيتك بكتيريال ايه؟ فايرال. جاب لكم في البارازيتك يا اولاد بهازيسيس، ملاريا، ليشمانيا، فاسيكولا هيباتيتس، هيباتيكس، والله انا نسيت اسمها. المهم الحاجات دي يا جماعه، معلش انا عارفه ان الموضوع ده تقريبا معظمه حفظ، فانتوا خليكم في الحته بتاع الايتيولوجي دي احفظوها، او حاولوا تلقطوا مني على قد ما تقدروا وتحفظوها، لان هي حته حفظ فعلا مش فاهم يعني. تمام، ما تقلقوش، اللي جوه اللي جاي بقى هو اللي فاهمه جميل. طيب انا مجمعاه في كلمه فيلم، في فور فاسيكلا، الاي فور برهاليزيس على سن فيها اي كتيره، ال فور ليشمانيا، الام فور ملاريا، فيلم يعني. تمام، طيب البكتيريا يا جماعه، قال لك البكتيريا دي خلينا متفقين ان هي عباره عن البكتيريا اللي بتدخل الجسم بتروح مخرجه التوكسينز بتاعتها، تفرز السموم، السموم دي تبدا تنتشر في البلد، البلد يوديها لكل اعضاء الجسم فتعمل لي مشاكل، صح ولا لا؟ تمام، الحوار اللي انا بقوله ده اسمه ايه؟ اسمه سيبتسيميا. ايه يعني دم؟ سيبتك يعني ايه؟ انفكشن بسبب بكتيريا، او البصل بتاع البكتيريا داخل الدم. تمام، طيب اي بكتيريا بتدخل بتعمل كده. ايه اللي جايبه هنا مثال عن على البكتيريا الانفكشن اللي بتعمل اكيوت هيباتيتس؟ قال لك حاجه اسمها التوكسيك شوك سندروم. ايه التوكسيك شوك سندروم؟ توكسيك عشان خاطر البكتيريا بتفرز توكسين، الشوك سندروم لانه بيطلع على المخ، بيطلع على المخ فبيبوظ الدنيا، عشان التوكسيك شوك سندروم دوت يعني فيتال، مش بس ان هو بيعمل اكيوت هيباتيتس الليفر، هو بيدخل على الليفر والبرين، بيطلع على اكتر حته، اكتر مكانين تقريبا في الجسم اللي هم بيعملوا يعني بيموتوا الانسان. تمام، طيب ده الايه؟ التوكسيك شوك سندروم. تمام، بيسببوا ايه يا اولاد؟ بيسببوا الستاف ايوريس، وخليكم متفقين ان هي ايوريس. ايوريس مهمه يا جماعه ليه؟ لان ايوريس دي نوعها، في ستاف، في كذا نوع للستاف، وهم ساعات بيجيبوها في الاختيارات ويرخموا يعني. تمام، طيب يبقى توكسيك شوك سندروم بتعملها الستاف ايوريس. تاني حاجه بقى التيفويد فيفر. التيفويد في تقريبا جايب لها صوره اهي، التيفويد فيفر اهي بتعمل انلارجمنت للليفر والسبلين. تمام، طيب هو ده اللي انا عايزاه منها، السلمونيلا تدخل تبوظ الجسم وتطلع تدخل على الليفر، من ضمن الحاجات اللي بتبوظها وتعمل انلارج للليفر. تمام، هيباتوميجالي من الاخر يعني، اسمها ايه؟ اسمها سلمونيلا تايفي. احنا عندنا كده مرضين في البكتيريا اللي هي توكسيك شوك سندروم بسببها الستاف ايوريس، وعندنا سلمونيلا تايفي بتسبب لنا التيفويد فيفر. تمام، طيب بيقول لك في حاجه كمان انا كاتباها كده، بكتيريا ويذن انترا هيباتيك بايلاري 3. ايه البكتيريا ويذن انترا هيباتيك بايلاري 3 دي؟ شايفين دي يا اولاد؟ دي اسمها البيلاري 3. تمام، انترا هيباتيك يعني موجوده جوه الليفر، ما هي جوه الليفر اهي. تمام، طيب
بايلر 3 انتر هيباتيك بايلر 3، البكتيريا اللي موجوده في البايلر سيستم دوت هي ممكن تكون موجوده جوه على فكره عادي، ما تاذيش جسم الانسان، بس مجرد ان هي تنقل الليفر هي بقت في الليفر حاجه ابنورمال، هي كانت في البايلر حاجه نورمال، ممكن تكون في البايلر حاجه ابنورمال برضه، بس احنا بنتكلم بشكل عام يعني البكتيريا دخلت لو اتنقلت من البايلر لليفر، بما انه انتر هيباتيك بايلر 3 بقى وكده دي هتعمل لي هيباتيتس. تمام. تالت حاجه بقى يا ولاد اللي هي الفيروس، الفيروس بيقول لك كاتب لك اول كلمه فيها اللي هي هيباتوتروبيك فيروس. ايه الهيباتوتروبيك فيروس دي؟ هيباتوتروبيك يعني معناها افينيتي فور ليفر، سبيشاليتي فور ليفر، يعني الفيروس دي بتدخل الجسم تروح داخله على طول على الليفر وتروح مبوظاه. تمام، يعني هي داخله على الليفر على طول، انا وجهتي الليفر. تمام، اللي هم ايه، اللي هم اي بي سي دي اي، ده هم الحروف الابجديه من الاخر. تمام، يسموهم ايه، هيباتيتس اي فيروس، هيباتيتس بي فيروس، هيباتيتس سي فيروس، هيباتيتس دي فيروس، هيباتيتس اي فيروس. اشرحهم؟ لا هشرحهم قدام بعد شويه، في الاكيوت ولا الهيباتيتس هنشرحهم بتفصيل جدا جدا جدا. تمام، طيب بعد كده في حاجه اسمها انفكشوس مونونيوكليوزس. الانفكشوس مونونيوكليوزس ديت اهي بتعمل ايه؟ الانفكشوس مونونيوكليوزس ديت قالك بتعمل برضو نفس الحوار للليفر، بتعمل انفلاميشن في الليفر وبين اهي الحته دي. تمام، دي امراض عموما يا جماعه بتبقى عامه يعني، مش حاجه سبيسيفيك قوي، بس الفيرال بتاعها اللي بيسببها هو اللي بيبقى سبيسيفيك للليفر. الفيرال بتاع الانفكشوس مونونيوكليوزس هو مش جايبه، بس هو ايبشتاين باير فيروس للناس اللي عايزه تعرف يعني. تمام، ايبشتاين باير فيروس. بعد كده في سيتومنجالي فيروس وهيربس سيمبلكس فيروس، دول الفيروسين تانيين بيقول لك ان هم بيجوا في الاميون كومبرومايزد بيرسون، يعني في الناس اللي مناعتهم ضعيفه. يعني ايه مناعتهم ضعيفه؟ يعني دي فيروس اوبورتيونيستيك، يعني بتنتزل فرصه للمناعه بتاع الانسان بيكون فيها قليله، وتبدا ان هي تاخد الابر هاند وتبوظ الدنيا. تمام، طيب السبيشالي قلناها. الاذرز بقى اللي هي زي حاجات تانية ملهاش بقى، احنا قلنا دول الهيباتوتروبيك اللي هم داخلين على الليفر على طول عشان يبوظوه، دول بقى مالهمش علاقه بالليفر، ممكن ياخدوا الليفر في طريق وممكن ما ياخدوش، زي اللي فيفر، الروبيلا، الادينو فيروس، الانتيرو فيروس. تمام يا ولاد، طيب هاخدهم تاني بسرعه. الاكيوت الاتيولوجي بتاع الاكيوت هيباتيتس، الجزء الاكوايرد بتاعه قلنا ان هو بنعمله في كلمه دافي، دي فور دراجز اند توكسينز، ودول بسبب الاستامينافين اللي هو بارستمول، والالوسين اللي هو الانستيك المخدر، التوكسين بتدخل جوه الجسم وتبوظ الدنيا وتعمل لي هيباتيتس. الالكحول قلنا ان احنا نشرحه قدام، بس ممكن يعني الفاينل لما انت هيباتيتس بس ده في الهيفي درينكس. الفاسكولار اكسيدنت، وده اللي بيحصل لما يحصل هيباتيك فين ثرومبوزس، يحصل بلاد كلوت او ثرومبوزس تقفل الدرينج بتاع الهيباتيك فين، وده بيسبب لي طبعا اكيوت هيباتيتس، وكمان ممكن يقلب بفالمنت نكروزس. بعد كده الاي فور انفكشوس مونونيوكلوزس، الانفكشوس مونونيوكلوزس دوت اللي هو الانفكشوس مونونيوكلوزس، لا سوري، الانفكشن انفكشوس ايجنت، سوري معلش، الاي فور انفكشوس ايجنت بتقسم لثلاث حاجات، البارازيتك والبكتيريال والفيرال. البارازيتك فيها اربع حاجات انا عملتها لكم في فيلم فاسيكولا، الاي بالهرزيزس، الليشمانيا، الام ملاريا. البكتيريا قلنا ان هي عباره عن حاجتين، توكسيك شو سندروم، ده بيجي بسبب الستاف اويرس، التيفويد فيفر بيجي بسبب السلمونة طايفي، وده كله بيحصل بسبب الايه، السبسيميا، التوكسينز اللي بيفرزها او الباص اللي بيفرزها البكتيريا في الدم. تمام، طيب اخر حاجه اللي هي، وبعدين قلنا فيها بكتيريا الويزن هنتر هيباتيك بايلاري 3، قلنا البكتيريا الموجوده في البايلاري 3 لو دخلت الليفر هتعمل لي مشكله. الفيرال بقى قال لك في حاجات هيباتوتروبيك خصوصا او افينيتي فور الليفر بس، اللي هم الاي والبي والسي والدي والاي، وقلنا هنشرحهم قدام. بعد كده في الانفكشن سمون نيكروز، تعرف ان هو بيعمل انلارج الليفر وبيعمل بين في الليفر كمان، وده بيسببه الابشتين بار فيروس. عندنا في حاجه فيروس كمان اسمه سيتوماجالي فيروس، وكمان السمبلكس هايبر سمبلكس فيروس، ودول بيجوا في الامين كوبرمايز بورسن عشان هم انتهازيين. في حاجات تانية مالهاش علاقه بالليفر بس بيسبب لي هيباتيتس برضو، اللي هي اليولو فيفر، الروبيلا، الادرينو فيروس، الانتيو فيروس. تمام، دول الاكوايرد. ندخل بقى في الهيريديتري. الهيرديتري يا ولاد يعني امراض وراثيه، بترجمها لكم بصمجها لكم في كلمه 1، 1 اولها دبليو فهي 1 دبليو 1. تمام، طيب الويلسون ديسيز، الدبليو فور ويلسون ديسيز، والاي وال1 فور الفا 1 انتريبسن ديفيشنسي. ايه ويلسون ديسيز ده؟ انما تجد ويلسون، عارف ان احنا بنتكلم على الكبر يا جماعه، النحاس اللي بيحصل في كبر. قال لك ولد وراثي بيخليني ان انا بنتج الكبر عادي جدا، بس ما بعرفش ان انا اعمله ميتابوليزم، ما بعرفش اكسره. طب ليه يا عم؟ قال لك عندي مشكله في الميتابوليزم وراثيه، حاجه وراثيه يعني مش ملهاش يعني مش عارف اعدلها، او لسه دلوقتي بقى الجينات بدات تتبدل دلوقتي في اللي هم الناس المتقدمين وكده. طيب المهم يعني ان هي اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر، بيحصل بسبب ان مش عارف اعمل الميتابوليزم للكبر. بيبدا الكبر ده يحصل له ايه؟ اكيوميليشن، يتواجد ايه في البرانكيماتس اورجان اللي هم الاورجانز اللي فيها برانكيما، اللي هم من ضمنهم ايه يا حبيبي؟ اللي هم من ضمنهم الليفر بتاعنا. طيب هل الكبر المفروض ان هو يتخزن في الليفر ويتراكم فيه؟ لا طبعا، دي حاجه ابنورمال. طب ايه النورمال؟ ان انا ادخل الكبر يحصل ميتابوليزم اخرجه، انما الابنورمال ان انا ما يعني ان انا افضل مخليه الكبر جوه يحصل له اكليميشن، فده حاجه ابنورمال جوه الليفر، فده بيسبب لي الايه؟ الاكيوت هيباتايتس.
طيب ده الويلسون ديسيز، اوتوزومال ريسيفر ديسيز اوردر اوف كبر ميتابوليزم كبر اكيوميشن ان باراكيماتس اورجان انكلودنج ليفر ات مي مانيفيست از اكيوت هيباتايتس. تمام. طيب ايه التاني ده بقى؟ الفا 1 انت تريبسين ديفيشنسي، احنا مش هنشرحه من هنا، نشرحه من الصوره ديت. ده يا جماعه الويلسون ديسيز اهوت، الكبر مالي الليفر اهو كل حته، كلناه في الاكل بس ما حصلوش ميتابوليزم. تمام. الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي بقى، خلينا نتكلم الاول عن الفا 1 انتي تريبسين بشكل نورمال الاول، اللي بيحصل النورمال عشان اعرف الابنورمال اللي حصل ازاي. بالنسبه للنورمال، المفروض ان اللي بينتج الالفا 1 انتي تريبسين ده اصلا اللي بينتجه لي هو الليفر. الليفر بيعمل ايه؟ الفا 1 انتي تريبسين بينتجه لي. طب الالفا 1 انتي تريبسين ده وظيفته ايه؟ قال لك بيمنع عمل حاجه اسمها الالاستيز. ايه الالاستيز دوت؟ الالاستيز از معناها تكسير، الاستيك يعني معناها ان هو بيكسر الالاستيك تيشو. الاستيك تيشو، الاستيك الاستيز جاي من الاستيك تيشو، والايز جاي من ان هو ايه تكسير. فالاستيز ده بيكسر الاستيك تيشو اللي موجود في اللنج. تمام. اللنج اصلا يا ولاد عشان تكون لابس وتحصل لها فنتليشن كده ونتنفس، يعني لازم تكون فيها حاجه تستريتش كده تتفتح وتتفتح، ده بيعمله الاستيك تيشو. فده لما اجي اكسر الاستيك تيشو هي مش هتعرف تعمل كده، فهنموت الانسان او هيعمل له مرض معين. تمام. طيب فالالفا 1 بيطلع يمسك الالاستيز ده يمنع عمله او ينهبيت عمله، فاللنج تكون سليمه وليفر يكون سليم. طيب ايه اللي بيحصل بقى في المشكله عندي؟ قال لك الالفا 1 تريبسين بقى ده حصل له ديفيشنسي. قال لي عدده، قال عدده في الترانسبورت يا اولاد اكتر، مش في انه في الانتاج يعني. قال لي قال ان هو يطلع للنج، فايه اللي هيحصل؟ قال لك الالفا 1 تريبسين ديفيشنسي المفروض ان هو يبقى ديفيشنت في اللنج مش ديفيشنت في الليفر. الليفر هينتجه بشكل تمام جدا وكل حاجه. طيب هيحصل عندي دلوقتي مشكلتين. اول مشكله ان الالاستيك تيشو اللي احنا عارفينه فوق هيتكسر بسبب الالاستيز، لان الالاستيز مش هيلاقي حد ينهبيت العمل بتاعه. طب وايه الحاجه الثانيه المشكله بتاعتنا بقى اللي هي ليها علاقه بالليفر؟ ما انا الالفا 1 انتربشن ده المفروض كان يطلع لللنج ما طلعش، فحصل له اكيوميليشن. فانا الامراض الوراثيه كلها اكيوميليشن، زي اكيوميليشن اوف الكبر لويلسون ديزيز. لما الاكيوميليشن اوف الفا 1 انتربشن في الليفر ده برده هيعمل لي ايه؟ اكيوميليشن، فده هيسبب لي برده ايه؟ الهيباتيتس. تمام. يبقى تاني المفروض ان الانتي الالفا 1 تريبسين ده بيطلع يكسر او يمنع عمل الالاستيز اللي بيكسر الالاستيك تيشو بتاع اللنج. تمام. فبدل ما يكسره، بدل ما ينهبت، طبعا حصل له هو حصل له ديفيشنسي فما حصلش انهبيشن للالاستيز، فدخل كسر اللنج، عمل لي مرض اسمه انفيزيما، هتاخده في الريسبيراتوري سيستم. تمام. وبعد كده بقى الليفر حصل لي ايه؟ حصل لي اكيوميليشن جوه للالفا 1 تريبسين في الليفر، ف يعني عمل لي هيباتايتس. تمام يا ولاد. طيب نرجع نقراه تاني بقى. الفا 1 انتربشن ديفيشنسي اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر كاركترايزد باي ليك اوف الفا 1 انتربشن بروتيز انهبيتور. بروتيز يعني الاستيس، زي الاستيس كده، انهبيتور بيقلل عمله، هيباتيك مانيفيستيشن اكيوت هيباتيتس اللي احنا قلناها، وستيفير كوليستيزيس. كوليستيزيس يعني كوليستيزيس يعني يقف اصلا، فالبايل حصل له وقف في مكانه. هنعرف اشرح اكتر ليها قدام. سبيشالي ان يونيت في الاطفال اللي هم نيو بورن، يعني كرونيك هيباتيتس ممكن يتحول، طبعا اي اكيوت بيتحول لكرونيك، فممكن دي برده من اسباب الكرونيك، ومعاها ممكن يحصل سيروسس. سيروسس هنعرفه قدام، هيتشرح لكم برده. تمام. يبقى كده الالفا 1 انتربشن ديفيشنسي خلص. طيب كده يا ولاد احنا يعتبر خلصنا الايتيولوجي، الاسباب بتاعه الاكيوت هيباتيتس بشكل عام، اللي هي عباره عن اكوايرد هيجاتني. فكركم بالاكوايرد اللي هي كدافي، دي فور دراج اند توكسين، الاي فور الكحول، الفي فور افاسكولار اكسيدنت، الاي في الانفكشوس ايجنتس لما كان عباره عن بارازيتك وبكتيريال وفيرال. تمام. بعد كده بقى في اللي هم الهيرديتري اللي هم قلنا 1 و W فور ويلسون ديزيز و1 فور الفا 1 انتربشن ديفيشنسي. تمام. ندخل بقى على الانواع اللي احنا هنشرحها اصلا اللي هم الثلاثه النهارده، اللي هو اول نوع منهم اللي اسمه اكيوت فايرال هيباتايتس. بالراحه بس كده، اسمه ايه؟ اكيوت فايرال هيباتايتس. احنا كنا بنتكلم على اكيوت هيباتايتس بشكل عام واسبابها، خدنا منهم السبب اللي هو الفايرال اللي كان موجود جوه الانفكشوس ايجنت وهنشرحه دلوقتي. تمام يا جماعه. طيب الاكيوت فايرال هيباتايتس هو عباره باختصار كده عن ان في سيلز جوه الليفر، سيلز بتاع الليفر حصل لها نكروزس، مش سيل واحده، ده كذا سيل وجزء كبير جدا منتشر في الليفر حصل له نكروز. تمام. ليه؟ هنعرف دلوقتي. انا بس عايزكم تعرفوا ان كل اللي حصل ان في نكروز حصل في الليفر. تمام يا جماعه. ديفيوز وايد اند وايد ليفر سيل كروزس. تمام. هو طبعا اكيوت سببه ايه؟ فايرال. طيب لما جينا نسال عن الايتيولوجي او السبب بتاع الاكيوت فايرال هيباتيتس، قالوا لنا طبعا اكيد فيروس. طب هو فيروس واحد؟ قال لك لا، ده في فيروس ايه ما شاء الله. طبعا هو راح مدينا الجدول الحلو اللي قدامكم ده. طبعا انت هتشوف الجدول ده صعب، ده كتير، ده حفظ مش عارف ايه. لا احنا دلوقتي اسمعوني بس وركزوا معايا، هتفهموه وتحفظوه تبقى الدنيا تمام زي الفل. تمام. طيب اول حاجه هنتكلم، خلينا متفقين ان الفيروس دي اللي كانت في الاول قدام
كنت هشرح لكم كده ان في حاجه اسمها ايه فيروس ايه وفيروس ايه. الفيروس ايه والفيروس ايه دول مع بعض، والاثنين الاثنين يا ولاد حروف عله، تمام؟ خلينا نفتكر ان الاثنين دول حروف عله، فالاثنين دول هشرحهم مع بعض وهما الاثنين زي بعض في كل حاجه، تمام؟ وهنشرح البي والسي والدي مع بعض، تمام؟ طيب خلينا نبدا بنقطه تشتمل ليهم فيهم كلهم، ان كلهم سنجل ستراندد ار ان ايه بالنسبه للتايب اوف الفيروس بتاع المادة الوراثية بتاعتهم، كلهم سنجل ستراندد دي ان ايه، بس البي بس هو اللي دبل ستراندد دي ان ايه، كلهم سنجل ستراندد ار ان ايه، ده بس دبل ستراندد دي ان ايه. افتكروها كده، البي دوت هو اني واحد، اي بي، بي يعني اتنين، التاني تمام، اتنين يعني دبل، يبقى دبل ستراندد دي ان ايه، تمام؟ نفتكرها كده، والباقي كله سنجل ستراندد ار ان ايه. حلو يا طارق، خلينا نتكلم بقى عن الاي والاي. الاي بيقول لك، والاي بيتنقلوا عن طريق الروت اوف ترانسميشن، بيتنقلوا عن طريق الفيس اورال روت. ايه الفيس اورال روت دوت؟ تجيب من الفيسس كده سوري وتحطه في بقك، فيسس بقى بتاع اي حاجه، حيوان، انسان، اي حاجه ايا كانت، يروح حاطه في بقك كونتمنيتد بقى، وانت بتاكل بقى مثلا وما غسلتش ايدك، وانت بتشرب اي حاجه بقى كونتمنيتد فود اند ايه اند ووتر. كانوا بيسموها زمان الانفكشوس، كان بيسموا الفيروس دوت انفكشوس عشان هو كان بيجي بانفكشن وكده، بس دلوقتي بقى ايه بقى اسمه ايه، هيباتيتس اي فيروس، تمام؟ طيب نفس الكلام في هيباتيتس اي، بيجي بالفيس اورال، تمام؟ طيب ايه الانكبيشن بيتا بتاعتها؟ فتره الحضانه بتقعد قد ايه؟ من 2 ل 4 ويكس، وهنا من 5 ل 4 ويكس، من 4 ل 5 ويكس ساعات ارقام هتتحفظ. في بقى سؤال مهم جدا بيقول لك الفريكونسي اوف كرونيك ليفر ديزيز، مهم جدا 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 يا ولاد، مدى تحولها كرونيستي قد ايه؟ قال لك الاي والاي نيفر، كاتب لكم ايه؟ نيفر كرونيستي، نيفر كرونيستي، نيفر كرونيستي، تعالى لكم تاني نيفر كرونيستي، عشان بيجي لكم سؤال بيقول لكم ايه؟ هو ايه اللي ما بيتحولش لكرونيك خالص؟ هتقولوا الاي والاي، وايه اكتر حاجه بتتحول لكرونيك؟ هنعرفها دلوقتي، وايه اقل حاجه بتتحول لكرونيك؟ برضه هنعرفها دلوقتي، فهمتوا؟ فالسؤال بتاع الكرونيستي ده بيجي مهم جدا في الجدول ده كله يعني. طيب بالنسبه للايه؟ احنا كده شرحنا الايه والاي، خلصناهم، في اورال في اورال، 2 ل 4 5 4 5 نيفر كورنيستي، سهل صح؟ طيب البي والسي والدي بقى، هنشرح البي والسي الاول، لان الاثنين هما الاثنين اصلا شبه بعض، شبه بعض في ايه؟ في روت اوف ترانسميشن. روت اوف ترانسميشن قال لك ده بارنترال وده بارنترال، عن طريق الحقن يعني، عن طريق البلاد يعني، عن طريق الحاجه السائله. طيب طب شبه بعض في الايه تاني؟ قال لك بقى احنا هنمثل البي دوت ببلاد بره، بي بلاد بره، تمام؟ والسي احنا البي بلاد بره اللي هم السكشوال، البرنترال بيجي عن طريق السكشوال والبرينيتال، طبعا بلاد بره معروف يعني انا السكشوال برينيتال، تمام؟ طيب اللي جوه عندنا بقى في مصر احنا ايه؟ الكوكايين، طبعا المصريين كلهم بقى يضربوا دلوقتي، فاحنا نفتكرها كده البي بتاعت البرنترال اللي هي ايه؟ سكشوال وبرينيتال بلاد بره، حتى بيرينيتال اقولها بي برضو، وهيباتيتس بي بلاد بره، تمام؟ افتكروها كده. طيب والسي اللي هو احنا بقى اللي هو ايه؟ كوكايين على طول، تمام؟ تمام يا ولاد، تمام. علم ثم العلم ثم العلم، كوكايين. طيب واحد واحد لاربعه مانسز، وديت 7 ل 8 ويكس، قلنا نحفظ الارقام بقى وخلاص. الكورنيستي بقى حاجه مهمه هنا، قال لك الكورنيستي بتاع الهباتيتس بي 10%، والكورنيستي بتاع الهباتيتس سي 80%. ويجي هنا سؤال، الموست اكتر واحد بيتحول لكرونيك مين؟ 80% بوزات السي. مين اللي ما بيتحولوش خالص؟ الاي والاي. مين اقل ناس بيتحولوا؟ البي والدي، تمام يا ولاد؟ تمام. طيب كده شرحت الاي والبي، الاي والاي والبي والسي. الدي بقى قال لك الدي فور ديتكتيف، شايفين الكلمه دي معناها ان هو اول سيركل ديتكتيف، ومعناها ان هو ايه؟ ما بيعتمدش على نفسه خالص، لازم يكون معتمد على حد تاني معاه، ما بيعرفش يجي لوحده الانسان، ما ينفعش يجي يسالك كده ايه تقول له ده انا عندي فيروس دي. فيروس دي ايه يا عم انت؟ الفيروس دي ما بيجيش لوحده اساسا، انت هتفتي، تمام؟ فهو لازم يجي مع البي او اون توب اوف بي بالراحه. يعني ايه مع البي؟ يعني البي يجي وفي نفس الوقت الدي يجي معاه، الاثنين يجوا. فالمثال يقول لك ايه؟ انا عندي فيروس بي ودي مع بعض. طيب اون توب اوف بي يعني المريض جاله بي الاول، فانت سالته قال له قلت له انت عندك فيروس ايه؟ قال لك بي، تمام؟ بعد شويه لقيت الدي جاله، فانت لو جيت تعمل انفستيجيشن لقيت الدي جاله، فبدا بقى ايه؟ دي اون توب اوف بي، الدي جه بعد ما البي جه، فهمتوا؟ هو ده معناها الايه؟ ان الدي ما بيعرفش يجي لوحده خالص، شبه بانه بقى بيجي معاه او لازق فيه على طول، فهو شبه في كل حاجه. الروت اوف ترانسميشن برده بارنترال، تمام؟ الانكوبيشن بيريد برده زيه سيم، كاتب لكم هاي سيم البي اتش الواحد لاربعه. طيب ايه الكلام اللي هو كاتبه تحت بقى؟ مش انا قلت لكم ان هو يجي معاه يا يجي فوقه؟ يجي معاه معناها كو انفكشن، يجي فوقه اسمها سوبر انفكشن، معاه اللي هي ويز اللي هو ايه؟ بي ويز دي، يبقى كو انفكشن، ودي الكونسيبت بتاعتها بنسبه 5%. طيب اون توب بقى، اون توب يعني دي اون توب اوف بي بنسميها السوبر انفكشن، ودي يعني من او يساوي 70% زي ما كتب لكم، تمام؟ دي كرونيستي. يبقى احنا كده خلصنا الجدول، اعتقد ان الدنيا بتسهل دلوقتي. الاي والاي يا ولاد حروف عله، كلهم سنجل ستراندد، ما عدا البي اتنين دبل ستراند، تمام؟ طيب في اورال، في اورال 2 4 4 5 نيفر كرونيستي. البي والسي الاثنين بارنترال، ده بلاد بره وده مصر، تمام؟ 1 ل 4 7 ل 8 10 80
تمام. الهيباتيتس دي ما بيجيش لوحده، بيجي مع البي او اون توب اوف في. اللي مع البي كوين انفكشن، 5 اون توب اوف في سوبر انفكشن، بارنترال زيه، 1/4 ونص زيه. اعتقد الجدول كده فهم وتحفظ. طيب ده كده كان الايتيولوجي بتاع الاكيوت فايرال هيباتيتس. قلنا كده الديفينيشن وقلنا الايتيولوجي. ننتقل على حاجه اسمها الجروس بيكتشر او الباثولوجيكال فيتشرز، يعني اولهم الجروس بيكتشر. الجروس بيكتشر بتاع الاكيوت فايرال هيباتيتس بيبقى كبير واخضر، احفظوها كده بس، انا عايزك تعرفوا الكلمتين دول بس، كبير واخضر. كبير يعني اللارجت، واخضر يعني بايل ستيند. البايل يا جماعه لونه اخضر، وساعات على فكره بيبقى اصفر، او بدايته بيبقى اصفر وبعد كده بيبقى اخضر، وممكن لو ساب يحمر ويسود كمان. فالمهم ان هو بايل ستيند، بايل بيبقى اخضر جرين، يبقى كبير واخضر اللارجد وجرين. تمام. السيرفيس بتاعه لازم يبقى سموث. اكيوت بقى لسه يعني البوردرز بتاعته راوند، الكبسول ايزي ستيند، تقدر ان هي تشيلها بسهوله او تتسحب كده يعني. مش موضوعنا الحاجات دي، هنشرحها في العملي، وباذن الله هشرح لكم برده العملي ان شاء الله، يعني ربنا يعني قدرني واحيانا. فدي اكتر في العملي يعني. خلينا ندخل بقى الميكروسكوبيك بيكتشر. قبل ما ندخل على الميكروسكوب بيكتشر لازم اعرفكم ايه النورمال اركتكتشر بتاع الليفر نفسه. معرفش انتوا خدتوه في الهيستولوجي ولا لا، بس انا هعرفه لكم عشان اقدر اشرح لو ابنورمال. طول ما انت عارف النورمال تبقى الابنورمال عندك سهله، وتعرف الحاجه دي حصل لها ايه والحاجه دي حصل لهاش ايه، وهي كانت ايه وبقت ايه كده يعني. طيب خلينا متفقين ان في نص في الليفر حاجه اسمها سنترال فين. حاجه اسمها ايه يا ولاد؟ سنترال فين. سنترال فين طالع منه حاجات اسمها شيتس. الشيتس دي جواها لوبيولز، اللوبيولز دي جواها هيباتوسايت. بالراحه طلع منها شيتس. الشيتس دي جواها لوبيول، اللوبيولز دي جواها هيباتوسايتس. تمام. ما بين الشيتس دي وبعضها في الفراغات البيضاء دي اسمها ساينوسويدز. اسمها ايه؟ ساينوسويدز. تمام. طيب دي الحته اللي هي ايه، عامل فوكس كده على النص بتاع الليفر. يعني لما الليف على الاطراف بقى بيحصل ايه؟ قال لك على الاطراف في حاجه اسمها تريات كده. ايه التريات ده؟ قال لك في، عشان في ثلاث حاجات مسمينه تريات: بورتال فين، بايل داكت، هيباتيك ارتري. بورتال فين، بايل داكت، هيباتيك ارتري. يبقى خلينا متفقين ان في النص في سنترال فين، في شيتس وجواها لوبيول وجواها هيباتوسايت، وما بينهم الساينوسويد. على الطرف في تريات اللي هو البورتال فين والبايل داكت والهيباتيك ارتري. صوره ليهم كلهم اهم. ده الشيت، ده اللوبيول اللي جوه الخضر دي هيباتوسايت، ده التريات، ده السنترال فين. تمام. طيب الميكروسكوب بيكتشر بقى انت بتشرحي لي النورمال ده اصلا عشان اعرفها، عشان انا قلت لكم دلوقتي في هيباتوسايت كانت جوه اللوبيول، كانت جوه الشيت، هنشوف الهيباتوسايت دي حصل لها ايه. عشان قلت لكم ان كان في بايل داكت كانت موجوده في الترياد، هنشوف البايل داكت حصل لها ايه. كان في ساينوسويد ما بين الشيتس وبعضها، هنشوف الساينوسويد حصل لها ايه. كان في بورتال تراكت موجود في برده في الترياد، هنشوف حصل له ايه. فانتوا كده عرفتوا العناوين جت منين. تمام يا ولاد. طيب الهيباتوسايت بقى ايه اللي حصل؟ الهيباتوسايت انا كاتبه لكم زهقها يا موتها يا نخليها تنتحر. هو ده اللي بيحصل بالظبط. انزهقها نخليها تتملي ميه وتحمل هيدروبيك سويلنج وتبقى كبيره ومنتفخه كده وزهقانه مننا وطفشانه وهترفشل بعد شويه. يا موتها يا خليها تحصل لها نكروزس تموت. تعرفين النكروزس طبعا الخيال. كتب لكم حته فهمها في الكتاب اللي هي سنترلايزد، بيبقى في السنتر كده. ليه في السنتر يا طارق؟ بديهي يا اولاد. الاكسجين بيبقى بيدخل الخليه منين؟ من بره. يعني هيدخل اول اكتر على البريفري، البريفري هيبقى فيه اكتر جزء من الاكسجين، انما في النص السنتر بيبقى فيه اقل جزء من الاكسجين. فده اول جزء يحصل له نكروزس، يبقى كميه اقل في الاكسجين يحصل له نكروزس بسرعه فيموت بسرعه. تمام. طيب الخلايا هنخليها تنتحل. ليه بقى؟ انتوا عارفين الفرق ان في فرق من الجنرال، لا ان في فرق ما بين النكروزس والابوبتوز. النكروزس احنا اللي بنموت الخلايا، انما الابوبتوز الخلايا هي بتنتحل لوحدها. يعني كمان طفشناها في شطر درجه انها انتحلت. تمام. حصلها ابوبتوزس، ولما تبدا انها تشرنج كده ويبقى فيها ايزنوفيليك سيتوبلازم، بتعمل حاجه اسمها كونسل مين بودز. والكونسل مين بودز دي حاجه كاركترستيك مهمه جدا للميكروسكوبيك فيتشرز بتاع الهيباتوسايتس اللي ايه، اللي في اكيوت هيباتايتس. تمام يا اولاد، مهمه جدا جدا جدا. طيب البايل داكت مكتوب فيها ايه؟ كوليستيزيس. فاكرين لما قلت لكم قدام انا اشرح لكم الكوليستيزيس؟ طيب هي الكوليستيزيس كانت قدام فين اصلا؟ حد فاكر؟ كانت في الكومبليكيشنز بتاع الالفا 1 انتيتريسن ديفيشنسي، لما قلنا الاكيوت هيباتيتس معاه سيفير كوليستيزيس. تمام. انا افكركم اهو، فانتوا طبعا الكوليستيزيس دي يا اولاد يعني وقوف، وقوف البايل في مكانه. هو بالظبط كده البايل اللي بيحصل هنا، اللي بيحصل هنا في الاكيوت هيباتيتس ان البايل بيحصل له ريتنشن. طب ليه حصل له ريتنشن اصلا؟ مش احنا قلنا ان الخلايا بيحصل لها هيدروبيك ديجنريشن وبتكبر او سويلنج وكده، فالخلايا دي هتضغط على الايه، على البايل داكتس او البايل كلاكليور، فتقفلها، فيحصل لها ايه، كونستراكشن. تمام. فالبايل يفضل محبوس جوه الليفر، محبوس جوه الايه، الليفر، فيبقى كل ستيزس ثابت واقف مكانه، ما تحركش، ما مشيش في المسار الطبيعي. عرفتوا كل ستيزس كانت منين؟ تمام. السينوسويدز بقى يا اولاد بيبقى فيها كفر سيلز، الحكايه اللي جايه من الدم يعني، بيبقى فيها ايه، كفر سيلز. ايه الكفر سيلز دي؟ توقف اكني الماكروفاج، هو ده اسم التاني ليها، كفر سيلز. تمام. عملكوا عليها انكريز. طب ليه الماكروفاج انكريز؟ ما احنا عايزين بعد اللي بيحصل ده كله عايزين نيجي اللي هو يعني نلم الحوارات دي كلها. انت عماله بتموتي وتزهقي وتقتلي وتخليها تنتحر، الحاجات دي مين اللي هيلمها؟ الماكروفاج. عايزين حد يجي يعمل فاجوسايتوز ويلم الليله دي كلها، يبقى الكفر سيلز دي في السينوسويد وتيجي تلم الليله دي كلها. تمام. طيب البورتال تلاقي فيه، الاقي فيه لمفوسايت، الاقي فيه لمفوسايت بس، لا الاقي فيه يعني
الانفلاماتوري سيلز كلها، مش ده انفلاميشن اللي في كل الانفلاماتوري سيلز اللي هم البلازما سيلز الماكروفاج الايزينوفيلز بتاع الاكيوت، تمام. بس انا كاتبه لكم السلايد ليه؟ لان هي الكاركترستيك للاكيوت عامه، وبيجي سؤال في الامتحان يقول لك ايه الكاركترستيك للاكيوت، لا تقولي البلازما سيل ولا الماكروفاج ولا الايزينوفيل، هي الليمفوسايت بس، تمام. عشان كده كاتبه لكم الليمفوسايت بس، بس كشكل عام بيجي الانفلاماتوري سيلز كلها طبعا اللي خاصه بالاكيوت، تمام يا اولاد. احنا كده خلصنا الميكروسكوبي بيكتشر، الهيباتوسايت والداكتو سيناسيد وبرتر تراكت. ندخل بقى على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر يا اولاد نون سبيسيفيك او سبيسيفيك، زي ما انا كاتبه لكم كده نون سبيسيفيك، يعني حصل لي اكيوت انفلاميشن عموما، دخل لي فيروس جوه جسمي، بديهي جدا ان يعمل لي فيفر، يرفع لي درجه حرارتي، يعمل لي نوزيا، فوميتنج، ابدومينال بين، حاجه بديهيه. طب سبيسيفيك بقى يعمل لي حاجه اسمها جوندس وحاجه اسمها انلارج دينر ليفر. اول حاجه الجوندس يعني الصفره، طبعا حصلت الصفره دي البايل اتحبست جوه حبيبي، ما هي البايل ما كانتش كانت بتخرج في ما خرجتش في مسارها الطبيعي، فتبدا ان هي تدخل اتحبست جوه الليفر، تدخل على الليفر تعمل تخرج توصل الدم مش عارف ايه، تطلع للعين تعمل اصفر من اصفر في العين، تبدا بقى الصفرة تشتغل. يعني السبب الاساسي ايه؟ البايل كان كي واي اوبستراكشن. حصل اوبستراكشن ليه؟ اللارج ليفر. اللارج ليفر حصل ليه؟ كان فيه هيدروليك سويلنج، تمام. طب اللارج ليفر تندر ليفر، قلنا عرفنا ان اللارج جت منين. تندر طبعا اول ما تيجي تدوس على العيان كده على حته الليفر بتاعه يقول لك اه كده هي اه ديت بقى معناها ان هي تندر، تمام. فده من ضمن البيكتشرز اللي بيجي بيها المريض او اللي بعرف ان هي منها ايه عندي اكيوت هيباتايتس. طيب الفيت الاكيوت هيباتايتس ده بيحصل له ايه؟ افتكر انا بفتكرها بحرف السي، هو بيحصل فيه كله بحرف السي، يا اما ريكفري يا اما المريض يخف لوحده من الاخر يعني، وده بيبقى اسمه كومبليت ريكفري حرف السي برضه، تمام. ده في الموست كيزز يعني معظم الناس بيحصلها كده. طب والله الحبه القليلين المنحوسين ما حصلهمش كده وفيلر في الريكفري، ما عرفوش ان هم ايه يعني كويسين او يتشفوا يعني، تمام. ايه اللي هيحصل؟ قال لك بيتحولوا لفالمنت هيباتيتس والديث ريت فيها في 70 90%. انا عارف معلومه عن فالمنت هيباتيتس اهو، خلي بالك انت مش عايز تشرحيهولي، اشرحها لكم بعد دقيقتين بالظبط. عرفت معلومه من هنا ان الديث ريت بتاع الفالمنت هيباتيتس عالي جدا 70 90، يعني اللي بيجي له فالمنت هيباتيتس ده اتكل على الله على طول، تمام. طيب ده من ضمن الفير اوف ريكفري. تاني حاجه بقى اللي هو الحاجات السي، يا اما يتحول لكرونيك بديهي جدا، اي حاجه اتيوت لو حصل مضاعفات تتحول لكرونيك، او سيروزس ودي في الليفر بس يحصل لها تليف كبدي، ودي قلنا هنشرحها بعدين. وكارير الانسان يبقى كارير يعني ان هو يبقى حامل المرض لكن من غير سيبتومز او من غير اعراض، ما يبقاش عنده لا تندر ليفر ولا نودوس ولا فيفر ولا الحاجات دي كلها، بس يبقى حامل المرض ويقدر ان هو ينقله على فكره لغيره، تمام. تمام يا ولاد، احنا كده خلصنا ايه الاكيوت فيرال هيباتايتس. هعيده تاني بسرعه جدا يعني ما تفكروش ان يعني هعيده، ده انا هعيده لكم في دقيقه واحده. الديفينيشن بتاعه يا ولاد عباره عن ديفيوز ووايد ليفر سن كروز، ده اللي انا عايزاه. بيسببوا ايه؟ فايرال، اللي هم فايرال ايه ايه وايه، وعارف ان هم مع بعض والاثنين شبه بعض في كل حاجه عشان هم حرف عله، البي والسي والدي شرحناهم برضو، قلنا البي والسي شبه بعض في كل حاجه بس ده بتاع بلاد برده والتاني ده بتاع مصر، الدي ما بيجيش الا مع البي عشان نشرح تاني طبعا الباقي. الجروس بيكس عرفنا ان هو كبير واخضر، والباقي هنعرفه في الايه في العملي. عرفنا ان دول عباره عن سنترال فين وفيها شيتس، وشيتس جواها البيول، والبيول جواها بيت سايت، وما بينهم سيناسويدز، وعرفنا في بورتر ترياد اللي هم بورتر فين وبار دكت وفيها ايه هيباتيك ارتري، تمام. نفس الكلام دخلنا عرفنا في الميكروسكوب عشان الهيبات سايد نعمل بنزهقها وبنموتها وبنخليها تنتحر، واللي اهم حاجه فيها الكونسلمان بادز، البال دكت بيحصل لها كل سيزي بسبب الكونستراكشن بسبب الانلارج ليفر، السينسويد بيزيد كفر سيل عشان تعمل فاجوسايتوزس، البورتر تريكت اهم حاجه فيها الليمفوسايت من ضمن الانفلاماتوري سيل، تمام. كده كده بيشتغل بيجي من نص سيفك وسبيسيفيك، نص سيفك اللي هي الفيفر والنوزيا والماليز والحاجات دي، والنص سيفك اللي هو بيحصل جوندس وانلارج تندر ليفر. الفيت يا اما يحصل له ريكفري وده كومبليت ريكفري، يا اما ما يحصلوش ريكفري للفالمنت وده نسبه عاليه جدا في ديس ريت 70 90%، يا اما يحصل له كرونيك كبديهي، يا اما يتحول لسيروسس، يا اما يتحول لكارير. خلصنا بقى الاكيوت فايرال هيباتايتس، ندخل بقى على الفالمنت هيباتايتس. ايه الفالمنت هيباتايتس ده؟ شايفين فوق كاتب لكم ايه؟ اكيوت يلو اتروفي، اكيوت يلو اتروفي. الاكيوت اصلا هيباتايتس يا ولد كان اللارجنت، تمام، وكان جرين، كان كبير واخضر، تمام. ده هنا ايه؟ صغير واصفر، خليكم فاكرينها يلو اتروفي، صغير واصفر، تمام. بس في النكروز اللي بيحصل في الليفر ده بيخليني بيوصلني لمرحله اللي هي فظيعه بقى، بيطلع ياثر على المخ فوق، يعمل لي حاجه اسمها هيباتيك انكفالوبسي، يعني غيبوبه او انكفالوبسي للمخ بسبب الليفر، بسبب ان السيلز بتاع الليفر كلها ما هو ما فيش الليفر ده بيعمل حاجات كتير قوي في الجسم، ميتابوليزم اكسكريشن وحاجات كتيره جدا، فالليفر الفانكشن بتاعه وقفت، طلع المخ على طول عامل انكفالوبسي، تمام. فعشان كده وزن 2 ل 3 ويكس تلاقي العيان مع السلامه اتكل على الله، تمام. فبيقول لك بقى ايت كورس، فده الديفينيشن بتاع تعالى نقراه مع بعض. هيباتيك انسفيشنسي ديو تو ماسيف هيباتيك نكروزس، ماسيف هيباتيك نكروزس عرفنا ذا بروجريس فروم ذا اونست تو هيباتيك انفلوبسي، بيبروجريس الهيباتيك انفلوبسي وزن 2 ل 3 ويكس، تمام. طيب اف ذا كورس اكستند تو اب 3 مانس، هنقول ان هو عباره عن اسبوعين ثلاثه بيحصل له انفلوبسي بيموت. طب لو قعد 3 شهور يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه سب اكيوت بقى، ما بقاش فالمنت بقى دلوقتي، بقى اسمه سب اكيوت ماسيف هيباتايتس، لازم معاه ماسف طبعا.
عشان مثلا هو، عشان هو واخد مثلا النكروزس كمان، بس قعد بقاله 3 شهور والله العيان ما حصلوش حاجه سبحان الله. يبقى صبغ اكيوت تحت الاكيوت بشويه، تمام. بس هي معلومه مالهاش لازمه يعني، ما مش شارح لها طبعا، مش شارح لكم في المنهج الاساسي اكيوت اصلا، تمام. طيب الكوز بقى بتاع الفورمال انتيبيتايتس، الكوز بتاع الفورمال انتيبيتايتس هو برضه فايرال بقى، كذا كوز زي الكوز الاولانيه من ضمن الكوز. احنا قلنا بقى الاكيوت هيباتايتس بشكل عام، قلنا الكوز بتاعتها، فاحنا هناخد برضه اجزاء واحنا ماشيين كل شويه من كل، في كل مرض يعني ناخد اجزاء من الاسباب دي. طيب بيقول لك بالنسبه للجزء اللي هو الفايرال يعني، قال لك اللي بيسببه A و B و C و D و and B. طبعا هتلاقوا D and B دي كتير، لان دي ما ينفعش تيجي لوحدها، قلنا ان لما دي مع B تبقى اسمها كو انفكشن، لما دي اون توب اوف V تبقى اسمها سوبر انفكشن، وده بيجي بنسبه 50 ل 65% في في الفالمان انتيبيتايتس، تمام. طب الايه يا اولاد ما جاتش ليه؟ قال لك الايه بتيجي في البريجننسي بس، ساعات الحوامل يعني. طيب الهربس والادينو فيروس برضه بيسببوا الفالمان انتيبيتايتس، ومعاهم الدراج بقول لكم زي الاكيوت، الدراجز زي الاكيوت ديت معناها ان كان فيها اسيتومينوفين وكان فيها هالوسين زي اللي احنا قلناه، بيجوا بنسبه كام؟ بيجوا بنسبه 30 ل 25%، تمام. دي الاسيت بتاع الفيلم ديتوكس، فاكرين الكلمه اللي احنا قلناها فوق اللي هي يلو اكيوت يلو اتروفي، قلنا لكم ان هنا هو صغير واصفر على عكس الاكيوت هيباتيتس اللي هو كان كبير واخضر. صغير اصفر معناها ايه؟ شرانكن سوفت، الكبسول بتاعه رينكلد متعرج طبعا، ما هو فايبروزس. الحاجه الوحيده اللي فضلت في البتاع دوت هو البريزيرفد بوردر تراكت، وانا مش عايزاكم تقولوها هنا يا جماعه، هي موجوده غلط في الجروس بيكتشر، المفروض ان هي في الـ في الـ في الميكروسكوب بيكتشر، فمعلش انا عملتها غلط في الداتا نسيت، تمام. الكات سيكشن بقى بيقول لك يلو ارياز نيكروزس، طبعا النيكروز بيبقى لونه يلو، تمام، ومعاه بايل، تمام، ومعاه ريد ارياز اوف هيموريدج، تمام يا ولاد. دي حاجات بديهيه كلها تيجي من صغير واصفر، يبقى خلينا عارفين ان الفارمنتاتيس عباره عن صغير واصفر، وان الاكيوت هيباتيتس ده عباره عن كبير واخضر، تمام. طيب ده الفورمنتابيتس من بره، وشايفين البتاع بتاعه شايفين رينكلد كده، وطبعا شكله يعتبر اصفر، وفي برده نقطه في هيمرج احمر اهوت وزي الفل، اعتبروه يعني فورمنتابيتس. طيب ندخل بقى على الميكروسكوب بيكتشر، ايه الميكروسكوب بيكتشر اللي بتحصل في الفورمنتابيتس؟ الميكروسكوب بيكتشر قال لك فاكرين الاكيوت كنا بنقول ان هو بيحصل نكروز يزهقها يموتها يعمل كده في الخلايا، ده بقى ما بيتعاملش مع الخلايا اصلا، ده بيتعامل مع اللوبيول، الحاجه اللي هو ايه بيتعامل، بيدخل على اللوبيول بالكامل بيدمره، بيدمره حاجه يعني، بيدخل على البص بتاع الهيباتوسايت يعني، مش هيتعامل بقى الهيباتوسايت يفضل بقى يدور عليها يزهقها ولا يموتها ولا ينتحرها، لا ده هو بيجيب البلود بكل الهيباتوسايت اللي جواه ويدمره كله، تمام. وكمان بيفتحهم على بعضهم يعني، مثلا نرسمها لكم، البيول بيبقى كده، وادي البيول التاني جنبه، تمام، ويبقى فيه هنا هيباتوسايت كتيره، يبدا يدمر الهيباتوسايت اللي هنا ويدمر الهيباتوسايت اللي هنا برده، تمام. بعد ما يدمرهم ايه اللي بيحصل؟ يفتحهم على بعض كده، يبقى اسمها حاجة بيبقى دي يعني حاجة اسمها كونتاجيوس، كونتاجيوس اسمها كونتاجيوس البيولز، البيولز مفتوحة على بعضها من كتر ما هو دمر كل ده، دمره، تمام. يبقى هو بيدخل على البيول بكامل بيدمره، ما فال من يا جماعة احنا قلنا ماسيف نكروزس، ماسيف، ما اكيد مش عارف يتعامل بقى مع خلية الهيباتوسايت، والله لا زهقك، والله مش عارف اعمل لك ايه، مش عارف ايه كده يعني، تمام. طيب الانفلاميشن، الانفلاميشن طبعا اخف من الاكيوت، تمام. خلينا متفقين ان الانفلاميشن في الفالمنت بيبقى اشد الاكيوت خالص، بيبقى ليت الانفلاماتوري رياكشن، طيب تمام. في بقى حاجه اللي انا قلت لكم من شويه ان هي ملهاش علاقه بالاجروس بيكتشر، بيبقى موجوده في الميكروسكوب بيكتشر اللي هي البريزيرفد بورتال تراكت، شفتوا في وسط الدعابكه اللي بتحصل دي كلها، وسط الدنيا اللي بايظه دي كلها، قال لك البورتال تراكت هو الوحيد اللي محافظ على الاركتكتشر بتاعه، هو اللي بريزيرفد الوحيد، تمام. فاحنا خلينا متفقين ان البريزيرف بورتال تراك دي حاجه مهمه جدا تحفظوها بالنسبه للميكروسكوب بيكتشرز في الفيتشرز بتاع البرمننت هيباتايتس، عشان قدام بيبقى فيه في الكرونيك حاجه تانية بريزيرف، كل واحده بتحفظ نقطه ليها، تمام. كانت تحت بقى حاجه اسمها سيرفايفل سيل، ايه سيرفايفل سيل ديت؟ سيرفايفل سيل دي حوار، خلينا متفقين ان احنا واحنا قاعدين كده في وسط التدمير ده كله اللي بيحصل، لقيت في على البريفري جنب سيلز خلايا كده ما ماتتش، ما حصلهاش نيكروزس، ما حصلهاش تدمير، الخلايا دي قاعده بتعمل ايه؟ قال لك الخلايا دي مهمه جدا انها تبقى متواجده، الخلايا دي لو حصلها بالريفليشن تاني والجسم جه وبعت لها مناعه بقى كده وانفلاماتوري سيل اللي باظ يشيل الحاجات التانيه ديت ويعين الخلايا دي على انها تعمل لها بريفليشن تاني، الليفر هيرجع تاني ما هو تاني، ويحصل له اسمها ايه يا ربي؟ ريجينريشن، ايوه يحصل له ريجينريشن تاني والليفر يرجع زي ما هو تمام. فالسرفايفل سيل دي مهمه جدا، فهو بيقول لك ان سبحان الله في الفالمر انت بتظبط بيبقى فيه سرفايفل سيل، انا قلت لكم يا اولاد ان كان 70 90% بس ديس ريت، امال ال 30 ل 10% ديت راحوا فين؟ هم دول اللي بيبقى عندهم سرفايفل سيل بقى، طول ما عندهم سرفايفل سيل طول ما خلاص، لو الليفر بقى اتدمر بالكامل بقى وما فيش لا سرفايفل ولا ما سرفايفلش، يبقى ايه؟ يبقى هيحصل له انكفالوسي ويدس على طول، تمام يا اولاد؟ تمام. طيب كده اتكلمنا على الميكروسكوبيك ايه؟ بيكتشر، نتكلم على الفيدباك، الفيديو احنا هنقراه مع بعض عشان لسه ايه تقريبا شرحه لكم حته منه.
If the patient survive for more than week, regeneration occurs and liver restores its normal architecture. بالراحة. لو البيشنت سرفايف، مش عارفين سرفايف ده من ايه، لسه جايب، لسه قايل لكم سرفايفل سيل هتيجي هنا دلوقتي. بيقول لك البتاع بيحصل له ريجنريشن الليفر وريستورز اتس نورمال اركتكتشر. طب ازاي يا عم؟ قال لك اول حاجه بالريفليشن اوف هيلثي هيباتوسايت اند بايل داكت. هيحصل لهم بالريفليشن بقى، السرفايفل سيل هيحصل لها ايه؟ بالريفليشن الحبه الصغيرين دول يحصل. طب انت عايز تفهمين ان الحبه اللي هم كانوا على البريفري اللي حصل لهم بالريفليشن هيعملوا ليفر كامل ويعملوا له اركتكتشر وريستور وريجنريشن؟ اكيد لا، اكيد في حاجه ربنا حاططها لك جوه تساعدك مع الحوار ده. الحاجه دي هي كمان كانت ماتت بقى، كان هيبقى الفيت فعلا فيتال. انما ما دام الحاجه دي موجوده يبقى ايه؟ يبقى ربنا سايب عين لك حاجه، يعني ان هو ايه العين ده هيعيش. طيب ليه اسمها ايه يا تقابل الحاجه دي؟ دي باي بوتنت ستيم سيل. باي بوتنت ستيم سيل، باي اولاد يعني اتنين، خلينا متفقين ان باي يعني اتنين. تمام. ستيم سيل يعني ايه؟ ستيم سيل يعني خلايا اللي هي اللي بتبني الاساسيه وكده. طيب يبقى هي خلايا هتبني حاجتين مختلفتين، صح. قال لك بقى دي عباره عن بايوجينير سيل، ربنا سبحانه وتعالى حاططها جنب البايل داكتيولز، بحيث ان هي لو انا احتجت هيباتوسايت تتقلب لي هيباتوسايت، ولو انا احتجت بايل ابيثيليا سيل تقلب لي بايل ابيثيليا سيل. تاني كده بالراحه، يعني هي عباره عن باي بوتنت ستيم سيل، باي بوتنت. تمام. انا احتاج دلوقتي هيباتوسايت لان هيباتوسايت حصل لها نكروزس في كل حته ومحتاجه تماما هيباتوسايت. يحصل لي ايه؟ تروح الخلايا دي تروح عامله نفسها هيباتوسايت ومتحوله لهيباتوسايت. والله انا محتاجه بايل سيلز دلوقتي، تروح ملوه بايل ابيثيليا سيل. تمام. لو من رحمه ربنا لينا ان الحاجه دي موجوده في الليفر، يعني هيباتيك بايجينير سيل بروفيشن، حصلها بروفيشن باي بوتنت ستيم سيل ويتش ار لوكيت الونج ذا سايد اوف داكتيولز اكتنج از ا ريزرفوار، بتحافظ على بوث هيباتيك اند بايل داكت ابيثيليا سيل. اظن ان عندنا العيب واتفهمت كده صح؟ بيقول لك بقى معلومه، يعني اف ريتيكولين فريم ورك از ديستورد، لو الفريم ورك باظ خالص بالنكروز طبعا بيبقى في حاجه اسمها سيروزس. بعدها السيروزس ده يا جماعه عباره عن اصلا احنا قبل كده تليف في الكبد، وده عباره عن هيلينج وفيبروزس كامل تقريبا، فهيتشرح بعدين قدام. فبيقول لك يعني لو الفريم دي باظ بالنكروزس هيبقى كله بعده ايه؟ في سيروزس. ده الفيل بتاع الفالمنت هيباتيتس كده. الفالمنت هيباتيتس خلص، خلصنا كده تاني حاجه او تقريبا تلات ارباع الحصه. طيب او المحاضره حصه ايه؟ طيب الفالمنت هيباتيتس هنعيد بسرعه كده كالعاده، زي ما احنا بنقول ان احنا قلنا ان في ماسيف نكروز حصل، ما كانش نكروز شويه صغيره بس، بيوصل الهيباتيك انكروز في حوالي اسبوعين لثلاثه. تمام. لو امتد اكتر من 3 شهور يبقى كده سب اكيوت. الكوز بتاعه فيرال اي بي وسي ودي 50 ل 65%، والبي مع الدي والبي اون توب اوف دي، ودي انتوب اوف في سوري. تمام. ليه بيجي مع البريجنسي بس؟ بيجي معاه هيربس وادينو برده، والدراجز زي اللي فات اللي هي اسيتومينوفين والهالوسين، وبيجوا بنسبه 30 ل 25%. الجروس بيكتشر قلنا ان هو صغير واخضر على عكس الاكيوت اللي هو كان كبير واخضر، ده صغير واصفر. الباكسكوبكسر قلنا هو بيدمر البيولز بالكامل، بيفتحها على بعضها، بيعمل لي حاجه اسمها كان كونتيجيوس ديت البيول. الانفلشن بتاعته بيبقى اخف من الاكيوت، بيبقى فيه ريزيرف بورتا بلاك، بيبقى فيه سيرفر سيل اللي هي بتنمو وبتعمل لي هي بتنمو وبتعمل لي ايه البروليفيشن، وبتعمل ريكفري للليفر تاني، وبتعمل ريستور وريجنريشن. وبيبقى في حاجه اسمها باي بوتن ستيم سيل، دي بتساعدها، بتبقى موجوده على الجنب القنكلوي بتاع البايل، بتبدا ان هي تبقى بايجينير وتحافظ على الهيباتوسايت ومعاها البايل داكت كمان. لو التكرن دي باظت خالص وحصل لها نكروزس كلها، الليفر بيتحول لحاجه اسمها ايه؟ سيروتيك ليفر، او بيحصل له سيروزس. ندخل بقى على اخر حاجه نشرحها النهارده ان شاء الله، هي الكرونيك هيباتيتس. الكرونيك هيباتيتس بقى ايه؟ يعني بديهي بقى، هنعرف تقريبا معظم الحاجات اللي فيه، بس احنا شرحنا الاكيوت والفالمنت كده. طيب هكتب لكم فيها اوله ايه؟ سيمتوماتيك. احنا نقرا الديفينيشن من المكتوب عشان هتفهموه اكتر هتحبوه. سيمتوماتيك بايوكيميكال سيرولوجيكال. ثلاثه سيمتوماتيك هلاقي عليها اعراض، ما هو بقى له كرونيك بقى، بقى له كتير، بقى له شهور. بايوكيميكال لو عملت اي بايوكيميكال تيست هعرف ان عنده كرونيك هيباتيتس، لو عملت اي سيرولوجيكال تيست هعرف ان عنده ايه هيباتيتس. ليه بقى؟ قال لك اصل في ريلابسنج اوف كونتيننج هيباتيك ديزيز فور 6 مانثس، بقى له 6 شهور. يعني عشان يكون كورونيك لازم يكون قاعد بقاله 6 شهور في المرض الهيباتيتس دوت. تمام. فاكيد هلاقي ايفيدنس في هيستولوجيكال تيست او بايوكيميكال تيست او سيمتوماتيك، اكيد هلاقي. تمام. فدي حاجه بديهيه برضو. طيب يبقى اهم حاجه هنا اللي هي زين 6 مانثس. تمام. ويز هيستولوجيكالي دوكيومنتد انفلاميشن ونكروز، اهم حاجه يكون معاه انفلاميشن ونكروز. هو الايتس هو عباره عن ايه؟ انفلاميشن ونكروز، فخلاص دي حاجه برضو ايه عاديه. طيب يبقى اهم حاجه هنا في التعريف ايه يا اولاد؟ 6 مانثس. طيب الايتيولوجي، فاكرين لما قلت لكم ان في اكوايرد هيريديتري؟ نفس الكلام هنا، دبليو 4 ويلسون ديزيز 1 4 الفا 1 تريبسن ديفيشنسي، اكيد مش هنشرحهم تاني. الاكوايرد
شاطر بقى يجي هنا يسألني سؤال، اوعي تقولي الاي والاي، اوعي البي والسي والدي والبي مع بعض، او الدي او الدي اون توب اوف في. جبت سيره الايه؟ لا. جبت سيره البي الاي سوري لا. ليه يا اولاد؟ فضول. نيفر 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 كورينستي، بس عشان لو جه فيها سؤال انا اللهم بلغت. طيب الاوتو اميون قالك بيبقى فيها اسبابها اوتو اميون برضو، دي الاوتو اميون خليها عارفين يا اولاد ان هي لازم في الفيميل على طول. تمام. بيبقى فيه ايديوباسك طبعا، امراض الطب طبعا تلات ارباعها فيها اسباب ايديوباسك ملهاش اسباب اصلا. الباثوجينيسيس بقى يا اولاد بتاع الكرونيك هيباتيتس، ركزوا معايا فيه عشان ممكن يكون رخم بالنسبه للبعض، بس هو سهل جدا اما تفهموه. طيب اول حاجه بيقول لك الهيباتيتس بي فيروس بيبقى عنده التو فيز، البروفيتيف فيز وانتجريتيف فيز. البروفيتيف فيز دي بيعمل ايه؟ شايفين الكلمه دي اسمها ايه؟ بص بيقول لك ايه، هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين اند هيباتيتس بي كور انتيجين. تمام. الاس فور سيرفيس، السيرفيس دي ايه؟ السيرفيس بتاع الـ الفيروس، والانتيجين بتاع الفيروس، والكور الكور بتاع الانتيجين بتاع الفيروس برضه. تمام. يبقى له في هيباتيتس سيرفيس انتيجين وهيباتيتس بي كور انتيجين. تمام. الاثنين دول بيأسوشيشن او بيرتبطوا مع بعض بحاجه اسمها الام اتش سي كلاس 1، ودي خدناها في الثانوي. يرتبطوا مع بعض يعملوا ايه؟ يروحوا محفزين حاجه اسمها الخلايا التائيه القاتله. الخلايا التائيه القاتله انا فاكراها، شوف فاكراها بالعربي اللي هي السيتوتوكسيك سي دي 8 تي ليمفوسايت بالانجلش. تمام بقى. يبقى الام اتش سي ماسك في الانتيجينات، راح مخرج لي الخلايا التائيه القاتله تبدا ان هي تحلل السيلز. كان بتحللها بحاجه اسمها انترفيرون لو فاكرين، يقعد يخرم الخلايا ويخرم السل ويخرم النوايا ويموتها ويعملها لايسز، حاجات كتيره كده كان بيعملها الانترفيرون ده. تمام. فاللي بيعمله بيجيب الخلايا اللي فيها فيروس ويحللها كلها وتموت الخلايا. تمام. دي اسمها الايه، البروليفريتيف فيز. ثاني حاجه الانتجريتيف فيز بقى، قال لك الانتجريتيف دي ده نظام تكاملي، بيبدا الفيروس يروح مدخل الدي ان ايه بتاعه جوه الهوست جينوم. تمام. بيتخليهم يتكاملوا مع بعض من الاخر، يروح موقف ريبليكيشن بقى بعدها. تمام. فهو كده غير تقريبا او واللي هو ايه، عمل ميوتيشن في الـ في الـ في الجينوم بتاع الهوست نفسه، فاهم؟ ده بعد نقطه البروفيتيف بقى، غير نقطه البروفيتيف سوري. فاللي هو ايه، عمل ميوتيشن في كل حاجه. ده دي ان ايه، ده ماده وراثيه، حطت جاي تحط الدي ان ايه بتاعك على الجينوم بتاعنا منك لله. تمام. فده بيخليه حاجه تانية، بيخلي بيعرضني لحاجه تانية اللي هي ايه، هيباتوسيلر كارسينوما بريزيست، بيعرضني للكارسينوما. ما اكيد لازم حاجه الجين بتاع البتاع حصل له ميوتنت، اقل حاجه ان هو يعمل لي كارسينوما اصلا. تمام. فهو بيبقى بيقول لك السيلز بتبقى معرضه للكارسينوما، دي حاجه بديهيه. تمام. الاتش سي في بقى يا اولاد، الهيباتيتس سي فيروس بيعمل ايه؟ قال لك الهيباتيتس سي فيروس ده بقى ملوش علاقه بالدي ان ايه، بيدخل على البروتينز على طول، يمسك في البروتينز وبيغيرها، يعمل لها برده ميوتيشن. ان اتس ار ان اي فيروس ذات كيبس ستابيليتي باي بايندينج تو هوست بروتين، بيستابيلت بيقول انه يمسك في الهوست بروتين. تمام. It shows continuous new mutant strains. اكيد ما هو مسك فيه هيغيره، ما دام غيره يبقى هيورينا حاجات جديده ما شاء الله. So it's difficult to be targeted by a vaccine. طبعا اكيد مش عارف اعمل فاكسين للحاجه الجديده الميوتنت دي، انا عقبال ما اكتشفها واكتشف المرض وكده قدام فيها 70 سنه، فمش عارف اعملها فاكسين. فالعيان يعني اللهم عافينا بقى. المهم دي ال HCV. التالت حاجه بقى اللي هي الدراج، قال لك سي هيباتيتس سي اكيوت هيباتيتس، طبعا زي ما احنا قلنا الاسيتومينوفين والهلوسين، فلو فاكرينهم ما تنسوهمش بقى لان مفيش غيرهم تقريبا. فاكرين لما قلت لكم ان انا هشرح لكم الكحول، او من ضمن الباثوجينز بتاع الكرونيك هيباتيتس برضو اللي هو الكحول. تمام. احنا كده قلنا الهيباتيتس بي فيروس، الهيباتيتس سي فيروس، الدراجز، الكحول بقى ندخل عليه. رابع حاجه الكحول يا اولاد بيسبب سيل انجري. بيسبب سيل انجري ليه؟ لانه بيطلع لها فري راديكلز. فري راديكلز دي مواد ضاره هدفها انها تدمر الخليه وبس. فري راديكال اسمها فري راديكال. تمام. في اصلا جهاز مناعي في الجسم ليها اسمه فري راديكال سكافنجر سيستم، ده اصلا اللي بيخلينا نتخلص من الفري راديكالز ديت. تمام. فهو اوريدي احنا عندنا حاجه فعلا بتمنع حاجه زي كده، يعني الفري راديكال دي لازم تكون موجوده في الجسم، فاللي بيمنعها بقى السكافنجر سيستم ده. تمام. طب بقى الكحول بيعمل ايه؟ بيروح مزود الفري راديكالز وفي نفس الوقت يسكت، ابدا يروح للسكافنجر سيستم ده ويعمل له امبيرمنت، يوقفه يبوظه، فاللي هو بوظها من كل حته عشان خاطر اللي هو ايه، بوظها من كل حته عشان خاطر يعني يبوظ الجسم خالص، يعمل يطلع فري راديكالز باي طريقه. مش بس كده، ده هو عنده دايركت سيل، دايركت انجري تو سيلر اورجانيلز، يعني عنده قدره ان هو يدخل على الاورجانيل السيل الاورجانيز بتاع السيل دي، السيلز بتاع الاورجانيل دوت ويعملها انجري اصلا من غير ما يطلع فري راديكال تعملها انجري. يعني هو عنده قدره ان هو يطلع فري راديكالز يعملها انجري، الفري راديكال تعملها انجري، وعنده قدره ان هو نفسه اصلا يعملها انجري. تمام. طيب induced alteration to cellular proteins creating new نفس الحوار برضو بيرتبط بالبروتينز بتاعت السيل ويعمل لها ميوتيشن، وده بيسبب طبعا immune reaction وانفلاميشن في الجسم. تمام. طبعا نتيجه لتغيير البروتين اللي حصل ده.
تمام. طيب كده الالكحول خلص يا ولاد. خامس حاجه بقى واخر حاجه في الباثوجينيسيس هي الاوتو اميون. الاوتو اميون عرفنا ان هي بتلزق في الايه يا ولاد، في الفيميل. فاكرين لما قلت ان هي بتلزق في الفيميل، فهي ممكن من ايه الفيميل. هل هلاقي في الدم او في السيرولوجيكال تيست، السيرولوجيكال ماركرز اللي هي بتاع الفايل العاديه؟ لا، ما هي هو ده مش فيروس اصلا، انا هلاقي فيرال ليه؟ ده اوتو اميون ديسيز، دي حاجه الانتيجينات طبعا من الجسم تضاد الجسم نفسه، فانا اكيد مش هلاقي فيرال خالص، مالهاش علاقه بالفيروس. فبيقول لك ابسنس اوف فيرال سيرولوجيكال ماركرز، دي حاجه بديهيه. بريسنس بقى اوف ايه؟ سيرم انتي اوتو انتي بوديز. اوتو ما دام اوتو يبقى جسم على طول. انتي نيوكليير انتي بودي، انتي سموث ماسل هايبر 8 جلوبيولينيميا، تمام. الحاجات دي كلها بلاقيها بقى موجوده في الماركرز، موجوده عندي، بعرف ان ده ايه اوتو اميون هيباتايتس. اوتو اميون ايه يا ولاد؟ بس احنا كده اتكلمنا عن الاتش بي فيروس، وعرفنا ان هو بروفيتيف فيز، وعرفنا ان هو عنده انتجريتيف فيس، والاتش دي فيروس بيتعامل مع البروتينات والدراجز، عرفنا ان هي زي الاسيتومينوفين والاسمه ايه دوت الهالوسين، واتكلمنا عن الالكول، واتكلمنا عن الاوتو اميون ديزيز. تمام، ندخل بقى على المورفولوجي بتاع ال الكرونيك بيكتشر، كرونيك سوري، اسمه ايه اسمه ايه كرونيك هيباتايتس. طيب مكسوب بيكتشر بتاعته يا ولاد زيها زي الاكيوت بالظبط. ايه الاكيوت؟ انتوا فاكرين الاكيوت كان ايه؟ الاكيوت فكركنا بيه كان هيباتوسايت، حصل لها يا اما موتناه، يا اما ذهنيه، ما حصل لها ابتوزيس، كان فيها بلونك ديجنريشن او هيدروبيك ديجنريشن. كان تاني حاجه كانت عندنا كانت فيها سايدوسونيز، وسنسود عملناها، قلنا ساعتها ان هي بيحصل فيها الكفر سيلز بتصير فيها عشان خاطر تيجي تعمل فاجوسيتوز للخلايا اللي حصلت دي كلها، وقلنا ان كان بيحصل فيه كوليستيزس، وكان بيحصل في البورتا تريكت، كان بيحصل لنا ايه، كان بيجي فاتوره سيلز كتيره، واهمها الليمفوسايت، صح يا ولاد؟ طيب دوت اللي هو الايه ماكروسكوب بيكتشر اللي هي زي الاكيوت. طيب هنزود عليها ايه هنا يا ولاد بقى؟ نزود عليها هنا البريزيرفد لوبيولار اركتشر. فاكرين كلمه بريزيرفد؟ انا قلتها فين تاني؟ قلت لكم كانت بريزيرفد بوردر تراكت، كانت موجوده في الفالمنت هيباتيتس، انا فاكره اهو بريزيرفد بوردر تراكت موجوده في الميكروسكوبيك بيكتشر كاركترستيك للفالمنت هيباتيتس، عشان قلت لكم احفظوها ساعتها، قلت لكم ان هي هنا هتبقى ايه؟ هتبقى في هنا بريزيرفد تانية. في الكرونيك هي بريزيرفد اللوبيولار اركتشر، هناك اللوبيول كان متدمر تماما وكان مفتوح على بعضه، تمام، انما هنا بقى اللوبيول ايه حافظ على نفسه، تمام تمام طيب تاني حاجه بيقول لك في حاجه اسمها بيس مين نكروزس. النكروزس اللي هنا نوعه بيس مين. يعني ايه بيس مين يا طه؟ بيس ميل ده حد كلاسيك زينا كده من الناس العاميه هو اللي مسمينه. عارفين رغيف العيش؟ رغيف العيش عارف لما تاكل، لما بتيجي تاكل منه بتاكل من البريفري، من الحته اللي على الطرف، مش بتاكل من الحته اللي في النص اكيد، انما بتاكل من على البريفري. فدي معناها ان هو بياخد لقمه من الميل، لقمه بيس ميل حته، تمام. فهو كان النكروز اللي كان في المرض بتاع الكورونا ده سبحان الله كان شكله شبه البيس ميل بالظبط. حتى احنا لما بنيجي ناكل بنقول ايه بسم الله، بسم دي بيس وميل هي ايه بيس ميل، فهو كان تقريبا جمعهم في بعض كده، فشبه النكروزس بالبيس ميل، تمام. عرفنا اصل البيس ميل ايه. طيب الفيبروزس بقى اخر حاجه كرونيك، قعد بقاله 6 شهور عمال في انفلاميشن، هيهيل بايه؟ بفيبروزس. فالفيبروزس ده هول مارك اوف ريفيرسابيلتي، اللي هو مش هيرجع تاني خلاص، ده انا قاعد بقالي 6 شهور اصلا بكون الفيبروزس ده، هترجعيه فين؟ انا اقدر ارجع حكايه اخليها زي ما هي؟ ما اقدرش، تمام. انا اقدر امنحها اوقفها بعلاج، انما اقدر ان انا ارجعها زي ما هي؟ استحيل. طيب زي ما كاتبه لكم بقى اخر حاجه كده، في حاجات بقى ولاد اول ما بشوفها بعرف ايه سبب المرض دوت، حاجات كده اللي هو كاركترستيك للحاجه، اول ما اشوف دي اعرف ان دي كذا، اعرف اشوف دي اعرف ان دي كذا. من ضمنها اول حاجه الجراوند جلاس. ايه الجراوند جلاس دوت؟ بيقول لك بيلاقي في ارضيه الليفر حاجه كده انكلوجنز، شوائب ماليه الارضيه بتاع الليفر كده، ده شكلها شبه الازاز المصنفر، عشان كده سميناها جراوند جلاس. جراوند ايه؟ جلاس، شبه ارضيه ازاز، ازاز مصنفر كده. اول ما بشوفها بعرف ان ده على طول فيروس بي، تمام يا ولاد. طيب لقيت فاتي تشينج بقى وهيدروبيك ريجينريشن، ولقيت لينفويد سايت جايه كتير وعامله لينفويد اجريجيشن، عرفت ان ده فيروس سي، تمام. طيب لقيت البلازما سيل، عرفت ان ده اوتو اميون على طول، اوتو اميون، تمام. يبقى في حاجات كده كاركترستيك اول ما اشوفها اعرف ان دي ايه الفيروس، ايه السبب ده، سواء اكون اوتو اميون أو فيروس معين او كده. اخر حاجه بقى هنقولها للكرونيك اللي هي الفيت، بيقول لك ايه، لا اما ريميشن سبيشالي، ريميشن سبيشالي ويز اتش سي في مي بي سبونتينيوس اور دراج انديوسد، يا اما يعني بيقول لك السي خاصه يعني هو اللي بيحصل له ريميشن بيبقى بيرجع تاني يبقى كويس عادي، يا اما سواء لوحده او بالدراج عادي. سيفير ديسيز ويز مورتاليتي سبيشالي ويز ذا بي اور دلتا ايجنت، يعني الدي، يعني البي والدي بقى بيقول لك يعني ان هو ده بيبقى سيفير اكتر من السي بكتير، وده بيحصل له مرتدي بيموت، تمام يا ولاد. احنا كده خلصنا الكرونيك، فمعلش هنرجع تاني مع الولد بسرعه عشان نقفل بقى.
الكرونيك هيباتيتس قلنا ان هو عباره عن بلاقي ايفيدنس ان في كرونيك ديزيز، بلاقي ايفيدنس ان في هيباتيك ديزيز سوري موجود بقاله 6 شهور موجود في الليفر، سواء كان بعرف عنه اعراض سيمبتوماتيك بايوكيميكال وسيرجيكال تيست، بعرف كل الحاجات دي ان في فعلا مرض في الليفر موجود، تمام. بلاقي انفلاميشن ونكروزس كمان، السيرز الاسباب بتاعته اللي هي الهيرديتري والاكوايرد. الهيرديتري قلنا ان هي عباره عن ويلسون سندروم او ويلسون ديسيز ومعاها الفا 1 تريبسين ديفيشنسي. الاكوايرد قلنا ان هو بي وسي ودي وبي مع بعض، او بي او دي اون توب اف بي، بس ما بيجيش معاه اي والاي خالص. الاوتوميون بيبقى فيميل او ايديو باسك. عرفنا البروفيتي فيز ان هو عباره عن الاس السيرفيس والكور انتيجن بيتحل مع الام اتش سي يحفزوا السي دي 18 في الفوسايت، فتطلع الانترفيرون. الانترفيرون يعمل لايسز للسيل، الانتجريشن بيعمل ريبليكيشن لل سوري بيعمل ريبليكيشن للدي ان اي بتاعه، يبدا ان هو يدخله جوه الهوست جينوم فيغير الدنيا خالص، فيخليه ريسك للعرضه لاكتر للكارسينوما. بعد كده بقى الاتش سي في، الاتش سي في دوت اللي هو بيبدا يمسك البروتينات وبيغيرها. بعد كده بقى الالكحول، قلنا الالكحول دوت اللي هو بيعمل فري راديكالز بيزودها جدا، وكمان بيدور على السكافنجر سيستم يعمل له امبيرمنت اللي هو اصلا بيتخلص من الفري راديكالز، واصلا هو عنده قدره لوحده ان هو عنده قدره لوحده ان هو اصلا يعني ينجر ستيل. فوق ده كله هو بيغير كمان البروتين وبيعمل ميوتيشن وبيخلي دوت بيعمل اميون رياكشن من الجسم او انفلاميشن. الاوتو اميون بقى ديسيز، الاوتو اميون دوت بيبقى مور كومن طبعا على الفيميل زي ما قلنا، بيبقى في ابسنس للفيرال ماركرز خالص طبعا. بلاقي فيه بقى اوتو انتيجين واوتو نيوكليير انتي بودي وانتي سموث ماسل وهايبر جي هايبر ايت جلوبيولينيميا، تمام. المورفولوجي بتاعي بلاقي فاكين مكسور بريتشر بتاعه الاكيو طبعا، بلاقي زيها بالظبط اللي هي عباره عن ان الهيدروجين جنريشن بتاع الهيباتوسايت، وبلاقي سينسود فيها كفر سيلز، وبلاقي بورتال تراكت بيبقى فيه ليمفوسايت مينلي، وبيبقى فيه كذا انفلاماتوري سيل تانية. بلاقي هنا بقى حاجات زياده اللي هي البريزيرفد لوبيال اركتكتشر. اللوبيال اركتكتشر حامي نفسه جدا، بيبقى فيه بيسمين كلوز اللي هي شبه العيش دوت، بيبقى فيه فيبروز وده هالمارك بتاع الايرفيرزابيلتي بتاعت الكرونيك طبعا ديسيز. في حاجات اول ما بشوفها بعرف ان دي السبب بتاع المرض دوت اللي هو الجراوند جلاس الفيروس بي الفاتي تشينج او الفيد اجريجيت، بيبقى الفيروس سي. البلازما سيل بيبقى الاوتو اميون. الفيد بتاعي اما يحصل له ريميشن ده في السي غالبا بيبقى لوحده تلقائي، اما لما اديته ادويه. سيفير ديسيز ويز مورتاليتي طبعا، الفي البي والدي دول يعني دول بيبقوا سيفير اكتر وبيؤدوا للمورتاليتي يعني الموت. يعني انا بجد بشكركم جدا، اتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا اللي انا قلته. بالمناسبه عايز اقول لكم حاجه، ان انا عدت الفيديو ده مرتين، هو اصلا يعني زي ما انتم شايفين تقريبا ساعه، ف اتمنى اكون اديته بالكفاءه الكويسه يعني. ودعواتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.